تنفيذ زي اتفاقية يقول لك بأكد استقرار للمواطنين بتاع النيل، وكل مواطنين كان بيسألوا لما كانوا لهم في واو انه لن جاي للسلام والجاي، قلنا لهم لن جاي للسلام لانه موقع اتفاقية، وحكومة وعدنا في جوبا انه لن ماشي لجوبا لتنفيذ بتاع اتفاق السلام. فكل مواطنين بتاع ولاية هينوموا بالاستقرار وما في اي تمر تاني في على النيل، الناس كلها هيكونوا للسلام. So coming of Johnson Oland to Juba is a victory to us because we signed a peace agreement with the SPLM in government, and the implementation of that peace agreement needs the general. نسوان ضيحنا ضيحنا ريالنا والبناتنا ما بنعرفوا محل اللي هم فيه، فجاية بتاع الجنرال لنا مبسوطين الليلة بأن يكون سلام لجنوب السودان كله. Number of people who turn up at Juba International Airport express their joy with the arrival of General Johnson Oland to Juba, saying it would finally end the cycle of conflict in Upper Nile region. ونعمل محتاجين لو عشان يجي نعمل سلام في جوبا ونعمل سلام في على النيل، ونحن مبسوطين جدا زي ما انتم شايفين العالم الجو كل ما يزول مستعد للشنو للسلام. وبهذه المناسبه نهيئ سيد الرئيس الجمهورية سلفا كير مياردين لأنه هو الراعي الرئيسي للسلام، وهو الذي قرر بأن هذا العام يكون عام للسلام في كافة أرجاء جنوب السودان.